اهلا بيكم يا رزيع في حلقه جديده من حلقات الرياكشن ورزع اوروبا ورزع المدفعجيه، وان احنا هنا وجايب المكنسه بتاعت واحنا قربنا منكم يا احمد يا كمال. وجو كالعاده متاخر الليفربولاوي اللي جاي النهارده عشان نشوف الخناقه ما بينه وبين اهو بيرنلك اهو بيرنلك بيرنلي ايه بس كده بس بلاش الكلام الكتير محدش كلام كتير. اوبا خدها دي خدها دي والنبي لا ده يلا يا ابني يلا يا ابني عايزين نبدا الحلقه. الله يخرب بيتك ما يخرب بيتك يا عم شو شكلك هتشمت جامد. هو خايف هو مش راضي يجي عشان خايف. يا جماعه الرياكشنات رجعت تاني زي ما انتم عايزين اهو بنحاول نربي كل طلباتكم يا رزيعه. قلت لنا عايزين الرياكشن بتاع زمان الملخص اللي هو بيبقى كومبو في كومبو ده، وكمان حلينا مشكله الوقت ان احنا مش هنعرف نعرض الماتش، فعاملين لكم الدقايق موجوده قدامكم دلوقتي عشان تعرفوا كل دقيقه في الماتش كانت فين. ولو عندكم افكار تانية قولوا لنا، وعايزين بقى نوصل الحلقه دي زي ما احنا كده لبينا الرغبات نوصل الحلقه دي 300,000 لايك ونوصل القناه على بالليل ان شاء الله 1.5 مليون سبسكرايبر. ايوه ايه الجمال ده، احمد كمال يوصل 3400 مليون اهو جالك اهو. لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا بس صلاح كابتني كابتني الحمد لله وثقت في صلاح وما وثقتش في دفاعكو. يعني انت ما كابتنت الصلاح يا راجل، ما تقولش كده يا راجل. الفانتسي ملهاش علاقه بالمشاعر، الفانتسي ملهاش علاقه بالمشاعر. ليفربول بما انك قعدت كده وجاوبنا على فلوس الكوره بقى، بان احنا بنعمل اللايف رياكشن بيبقى ما فيهوش كوره، فنعمل بقى اللايف رياكشن الصغنن ده فيه كوره. ليفربول فيها دوري ولا ايه بقى؟ لا مسهل فيها دوري، لا مسهل. السنه اللي نكسب فيها يونايتد في الاولد ترافورد كده يا سلام. ايه ده يا سلام، كلم الحاج في ايه بقى، انت عايز ايه يا عم انت؟ الله يا صلاح يا ولد. لا انا كنت شفت الاستلام بتاع صلاح. اتكلموا مع بعضيكوا بقى عشان انا بصراحه يا ابني هيتكلم هيقول ايه، ما اتغديتش وكنت بتفرج يا اسطى هيتكلم يقول ايه. يا لا خبر اسود يا خبر اسود الله 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 يا لهوي يا خبر اسود يا لهوي. امسك نفسك نفسك عشان شكلها فيها بارتي ان ذا ايرلينج مورنينج، فيها بارتي. ايه ده انت طفيت؟ إيه الحمد لله. لا انا ما طفيتش بس انت طفيت يلا والله العظيم ما طفيت. بص مين بص مين بص مين بيستهبل بص مين بيستهبل. تاكل شوربة بصل؟ لا بس انت عايز بصل يا نقفة بطل فعلا حلو قوي في الماتش الجميل. الله على المتعة يا حبيب قلب امك. كل الدقايق يا حبيب قلب امك. بص بيقول لهم يا جماعة هتقال النهاردة. ما هي دي اللي على فكرة اللي مخلياني الحاجة الوحيدة مثل هنكسب. ايوه مثل ان احنا هنكسب. بقول لك اهو. طب احنا ما خدناش توقعات، واحنا طبعا التوقعات اتحرقت بس ايه هي واحد حاجه يعني هو ماتش سلبي. بقول لك ايه ليفربول هيجيب جون. لا والله. طب وبعدين خلصانه. ها توقعات بره جابوا جون ولا ايه؟ لا انا لسه ما اتكلمتش لسه. قول توقعاتك يا عم كام واحد ولا هم هيزيدوا؟ 3-1 مانشستر. اوه سيبه طب يلا قول. لا يا باشا انت عندك فرصه واحده ان شاء الله 3-1 لينا. انتوا في جون يعني في حد هيلبس جون كده كده صح؟ مش مشكله ايزي. طيب انا اقول النتيجه دي النهارده 4-0 ليفربول. انت خدتها اقسم بالله. قول 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 وحياه ربنا من على بقي انا اشوفها النهارده. انا كنت عايز اقول 4-1. لا في ايه يا عم جو؟ لا في ايه يا عم جو؟ 4-1 ليفربول. 4-1 ليفربول. ايه اقسم بالله. لا صلاح احنا كده حتى الله. في الفانتسي انت كابتنت صلاح؟ لا الحمد لله ما كابتنتوش عشان يعمل حاجه. انا ضحيت صلاح. انا ضحيت بالفانتسي بتاعي 4-1 انت بتقول 4-1 ليفربول. ماشي لسه كان بيقول لي وانت كابتنت صلاح ليه؟ قلت له يا ابني مش قلعكوا وقلع لكم. ايوه انا قلت له انا قلت لك كابتنت صلاح ليه؟ لا يعني كنا بنجادل يعني اللي هو يعني صلاح الماتش لا ما قلتلكش كابتن عقده صلاح مانشستر وبتاع مش عقده قلت لك هو فك العقده. ايوه كانت عقده يعني فكها خلاص هتفتح يعني اعمل واحد اسيست. احنا عايزين جونين كمان يا سلام عشان الفانتسي مش عشان مانشستر والله عشان الفانتسي يا عم عشان ليفربول وعشان صلاح بصراحه. وبعدين انا عايز اوقعك انت عارف ان انت لو وقعت انت وقعت كده انت بقيت قدي. فاكر اول
مش هيسيبه. استنى بس استنى. تعرف ان احنا زي بعض؟ ايوه. اوف والله حلوه. بس احنا زي بعض بس عشان طب اسكت طيب. النكش بتاع اول السنه وانت هتطلع طب اسكت طيب اسكت طيب وهتهبط اسكت طيب. طب ما انت رونالدو باشا خد بعضينا. طب ما سفيت عليه استحمل لما يسف عليك يا باشا. سف عليا ايه يا ابني؟ انا انا بساكونيا. انا بقى بتشكح على بقه وكنت بتقول عليه بتسميه ايه الواد التاني؟ كولا سيخاخو وكلوني بلانتا. ايوه وكولي بلوت. تخيل دول عايز اقول لك بقى على حاجه معاهم قدك. ماشي خلاص خلاص. تخيل احنا في اوسخ مواسمنا كده انت عامل زي يا عم لسه برونالدو بسانشو لسه الموسم لسه وماجواير وبرونا وجرين وود افضل ناشئ في العالم وليون قدوي. ايوه فاكر انت تريبيك 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 ولسه داخل على السيتي. فاكر اول فاكر اول قال لي اول السنه انا بعلى منك. قال لي يا اسطى انتوا مش هتخشوا التوب فور. قال لي يا اسطى خلصانه وانا بعمل التوقعات. قال لي مانشستر الدوري خلص. بص بقى ما استغربتش ان ماني ما لعبش. سالت احمد كمال قال لي الماتش سهل يعني. والله هو اللي قال لي مش مستاهله ماني يعني النهارده. عنده بقى ايه كرباو كاب ولا حاجه ممكن يقابل حد عنيف. قال لك كده اقسم بالله. اوبا الله لا 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 ولسه 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 يا كيميا ولسه. حاسين بالماتش ده ومصممين بقالهم شهرين عايزين رياكشن احمد كمال وجو في الماتش ده. اتاريهم عارفين هيحسبوا اوف سايد. يا عم اصبر اوف سايد بعد كل الاحتفاله دي. اوف سايد اوف سايد يلا عم اوف سايد يلا عم. الدم رجع جالي في وشي. الدم كده رجع مشكله انا ربنا نصرني. اوف سايد بس اوف سايد بجد ولا لا؟ بس عشان ما تتعبوش وعلى اعصابي. لا ده حسبها. ده جون ده جون ده جون. طب خلاص ماشي انا معاك. ده جون. هو كله فرحان فيك ليه يا جماعه؟ بس جمهور مانشستر ما يزعلش مننا يا جماعه. الموضوع ملوش علاقه بمانشستر خالص. الموضوع ليه علاقه باحمد كمال. باحمد كمال بالظبط. احمد كمال ان انت اكتر واحد بتشمت فينا كلنا. ده كلمني النهارده. ماتش ماتش يا اخي. ده كلمني قال لي انت خايف تيجي يا اسطى ولا ايه؟ بقول لك هتقع البصل عليا. طب خلاص مش ناقصه بصل. التالت يلا بقى التالت بقى. هل في اقاله؟ طبعا. لا يا باشا النهارده. لا طبعا بقى. انت طيب. لا يا باشا ان شاء الله. لا ولا انت ولا بعد السيتي ولا بعد السنة. انت بقى ويجي لي مدرب جديد ونشوف بقى نتكلم مع بعض. يا مروان اولي جونر سولشاير مدرب كبير. صحيح كبير قوي. صحيح مقاما وقيمه في نادي مانشستر. هزار وضحك ولعب. هزار يا عبد وحب. انت اللي قلت كده قبل كده يا عم. بس سس. انت قلت كده قبل انا كده. قلت الراجل يحترم في الاخر ان هو عمل لنا سكواد بس يمشي. خلاص خلاص دوره انتهى. لا انت قلت لي يلا دوره انتهى. انت قلت لي خلاص هيجي دوره انتهى. وقلت اقسم بالله لي دوري السنه دي او والله ماشي. قلت ايه يا جدعان؟ قلت يا جدعان لو الراجل ده خايش في الاول لازم يمشي. وهو خوش من الاول اهو. خوش خالص. خوش خالص جدا. اكيد هيمشي يعني بعد الماتش ده. انا هموت. بس ده في حته تانية. طب ولو قعد؟ لا هيمشي طبعا. طبعا لو خلص كده في دقيقه. طبعا انتوا كل مره تخسروا مننا تروحوا تمشوا المدرب. ايوه شكرا. هاتوا موسيماني. شكرا والله العظيم. شكرا 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 بجد. ظبطونا جدا المره دي بقى. المره دي هنشكركم جدا على الفعل. طب ما انتوا قلتوا كده المره اللي فاتت على مورينيو. ليه يا عم؟ مشيتوه وجبته. جبنا. انا مبسوط جدا يا باشا ان الراجل ده عمل لنا سكواد. ده يا باشا ده ماشي يانج وروخا وعلمونيا وفليني ومين دول؟ دول كانوا دول سكواد بتاعي. لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا شكرا. يعني لما يمشي هقول له شكرا يا اولي جدا. مش هقول له يلا ينعل. فاهم؟ خلاص شكرا ميرسي جدا. حلو قوي كده. كفايه رزعه قوي فعلا لحد كده قوي يعني. خلاص كده خلصت. لا اجمد كده. لا مش حجمد. انا عايزك تجمد. انا مش حجمد. اجمد ليه يعني؟ خلي بالك جول لمانشستر هيقلب الماتش. انا قلت 4-1. ما احنا عايزين نجيب الاربعه بعد كده بيجيبوا الواحد. خليهم يجيبوا الواحد الاول عشان احمد كمال يتحمس شويه ويرجع يحبط تاني. فاهم؟ لا يا عم ان شاء الله. انت نتيجتك كده اتضربت خلاص. لا 3-2 بقى هتبقى. ريح والنبي كريستيانو عامل اي حاجه. عامل حاجات ماجيكيه. الكوره في نص الملعب. بس تعالى نتفق على حاجه. هم فريق رخم. فريق مؤذي يعني. مين ده؟ ليفربول.
قشطه قشطه. انت واخد في اتنين اهو في وشك اهو. اسكت بقى اسكت بقى. ده في تلتايه احنا هجمه اهي. برونو عمل لك هجمه اهي. هجمه اهي صلاح اهي. والنبي يا صلاح يا لهوي. برافو يا دخيل يا صلاح. برونو عمل لكم اسيست عالمي. شفتوا يا عم؟ بدل ما تشكر برونو تقول صلاح. كان هيخلص كان والله كان هيبقى فيها سكور بقى. انا كان زماني دلوقتي ضرب 12 نقطه ولا يعني ثلاثه دي كانت هتبقى سكور. مش كان صلاح مش هيرضى يطلع كده ابدا. لازم يصلحها دي. هو شخصيته كده. هيجيب واحده احلى. ايوه يا عم. ايه ده يا عم؟ صعبه خطره. ده كان زمان يا عم. يا ام يا عم خلناش بقى اشتم بقى. الله كان زمان لسه عاملها اول امبارح. مش زمان كمان. النبي اي حاجه بقى. ادي الثانيه اهي. انت مستنيها حد يستلمها. ادي ادي فعلا. هو شاط ولا رفع ولا عمل ايه؟ مش كورنر يا كابتن؟ ده هو عمل كده سايد اوف سايد. ايه انا همشي النهارده ولا نيكست ويك؟ هنلحق نلم الشنط. انا همشي. الشنط دي تاخد لها العزال. ده ايه يعني؟ لا انا همشي. انا هقول لهم ايه ما بين الشوطين يعني. هنروح فين يا عم كارك؟ بصوا يا جماعه احنا نلعب حميد وموسى. بص ارانك سمشاير ده قاعد على الدكه بس يقول لك تشيكو منتي. ايه ده؟ ايه البلوه دي؟ نروح بين الشوطين بقى. هقول لهم يا جماعه بصوا ادونا الشرط الجزائي ولا هنروح بين الشوطين سالت مالت كده. ما نسالش. انا شايف ما نسالش بين الشوطين يا باشا. هيقعد هيقول لهم بصوا الربع ساعه دي احنا ناخدها راحه. انا كده كده ماشي. خطره جدا بقى. خطره. استنى ريحوا بقى او اتكلموا في اي حاجه بره الكوره يعني. على فكره دفاع ليفربول والله العظيم مش واقف على رجله. لا ما هو دفاع ليفربول كده كده خلينا نتفق ان هو وحش. قول بقى دي. لا بقى السنه دي انا اللي بقول يا ابني. ده سيبه يفضفض. يلا 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 يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح. ايه نهدى نعمل ايه يعني؟ ايه خلاص لازم خلاص خلاص في الاولد خلاص قلت صلاح. الماتش شكله كده هيخلص 3-3 باشا. 3-3 شكله 3-3 شكله. صلوخة ترتتر صلوخة ترتتر عشان صلاح بس. ماشي حبيبي يا عم صلاح. والله طبطب عليه كده. صلاح طبطب عليه كده وبوس ومبوك. بحبك لا صراحة صلاح. وان شاء الله الجون ده يا ابو صلاح يا ابن البلد إقالة أولي باذن الله. قال لي بقى قال لي ايه؟ اربعه اللي هو انت بجد شايف؟ بس شفت انا خلي الماتش كنت معاك ازاي بتبكبك ليه برضو؟ ما لا انا ما كنتش متخيل ان هو مثلا هيبقى يعني ممكن. طلعت انا رحيم بيك لسه. لسه ما ايه لسه بقى. ماني ينزل هيبقى سخنان. ده ماني سخنان بعد الماتش مفتوح. ولا عايز العب كلوب قوي. لا ده كلوب زمان بيقول له يا كلوب انت بتلعب صلاح جاب جون واسيست وسيبني بره. لا مؤكدا هينزل. والله العظيم مش هيفوت الفرصه. يا حلو قوي الحاجه دي. حلو قوي دي. دي جميله دي. يلا فيها. والله والله فيها اربعه. انا فكرت تريبل كابتن صلاح النهارده بس سولت. لأ ممكن يبقى صعب ورا. خطره جدا خطره جدا. رونالدو سايد. يلا يلا سايد. انا معايا رونالدو. خلي بالك نفسي يجيب جول. لا انا شلته. ليه شلته يا باشا؟ بيلعب ليفربول. هيجيب جول. هيجيب جول باشا. بيلعب ليفربول. هيجيب جول دلوقتي. رونالدو هيخطف له واحده كده. انا لا انا حضر الشنطه بقى. هو بيقول دلوقتي انا حضر الشنطه من دلوقتي من بين شوطين يعني. بس انا مارش وكده تعرف ارجع دول. ارجع النرويج ومولدا. حلوه قوي مولدا فعلا. ايوه تفتكر هيجي له شغلانه مولدا؟ ناشئين مولدا بقى عشان يعني ممكن يمسك. والله ممكن يمسك منتخب النرويج مثلا. لا وممكن يمسك نيوكاسل مثلا. لا بص السر هو ماشي خلاص. ها بص وشه احمر ازاي. غضبان. هو ارانك السر هيقول انا مش هاجي تاني. اتعب نفسي. انا هلعب جولف بقى. اتفرج على جولف تنس. الماتش الجاي السيتي يابا. لا هو بيعرف يكسب السيتي. ده هو ده الماتش. انا مش هفضل برضه اكسب السيتي على طول يعني. بالظبط يعني. شوف كام نقطة. 18 بونت صلاح فقط. دي حاجة جميلة يا أخي. دي حاجة جميلة يا أخي. ده أنطونيو جاب 6 وسميث رو 13 وكوفاتيتش 11. أنا جايب 60 نقطة. ده حاجة أسبوع دلع.
وارسنال كسبت يلا. يا ابني انت مش شايفني بعمل ايه في الدوري ولا ايه؟ انا جاي لك من تحت. حلو يا ابني. يا ولد يا ولد يا صلاح. رايق قوي يعني. صلاح لا 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 في شغل يا جدعان اهو هناك اهو. طب اهدى. يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو حط يا راجل. حط يا راجل. ايه ده 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 ممكن يترد يا معلم. ده رونالدو ممكن يترد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اه لا بقى بص فكك بقى ريح بقى. هو قال ادبه بصراحة. ريح بقى. اكيد لازم يتخانقوا معايا. يا حركه مش حلوه خالص حركه حلوة. يعني وعيل صغير فاهم. لا وهو ده المفروض النجم يعني الكبير القدوه والكلام الفارغ اللي بيتقال ده كلام فارغ والله العظيم. هيطلع بره الماتش ولا هيخش اكتر رونالدو كده؟ هيخش. هو بيتعصب اكتر بيتجنن بس مش في الماتش ده. هو مشكله صعبه دي الماتش ده. شفت فان دايك دخل قبل عليه بصدره ازاي؟ قال له باشا فكك فكك. هو شوط ده شوط ضرب في الوش. سبناكوا في كروت الصفرا. لو اعرف كده انا لو اعرف كده لما كناش جبنا ثلاثه. عندكم حد جاب كارت اصفر؟ عندكم حد جالكوا كارت اصفر؟ في الفريق ما لبسوش. هو كيت لبسها له يعني. بص والله يا غلبان قوي بص. لا والتاني بص الكذاب اللي ايه ده انا بتحاسب ولا ايه فاهم؟ يلا 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 لا 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 محمد محمد يا محمد يا ربنا يا محمد يا ربنا. قبل الماتش ما يمت قبل ما تخش قلت له بقول لك ايه يا اسطى صلاح بيطلع نار من بقه. قال لي ما عارف لو ما اتكلمنا لحظه بجد كده. قلت له لا هو بجد النهارده مشكله يعني الواد مش سالك الايام دي. قال لي اه 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 مش سالك. لا مش سالك. لا ده بص على الطب طك على طول طك على طول في الضيق بقى. انت فاكرني انا احط لك في البعيد يا في الضيق انجز. وكده كام جون في الدوري كده؟ ده كده خلاص 8. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. والله بجد انا والله ما بقول كده يعني مع كامل احترامي. بس بقول لك ايه انبسط والله لانه كده كده خلاص. ايه خلاص كده قولي خلصت في الاول. دي حاجه حلوه حلوه فضيحه يعني. خلاص خلاص ولسه شوط تاني ده ممكن يطلع خلاص. الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا مش هعمل ايه بس مش هعمل حاجه. احنا بس يمشي بس احنا نطلع فاصل يا جماعه مراعاه لشعور اخونا احمد كمال ونرجع لكم بعد الفاصل. هات يا حازم هتلاقي الدواء بتاعي هنا. اطفي البتاع دي وهات الدواء بعد. عودة مرة أخرى إلى الشوط الثاني ونقول بسم الله. بسم الله بخمسة إن شاء الله. نقول بسم الله. وأحمد كمال بيقول يعني يا ريتني ما جيت اليوم ده ولا عملت رياكشن. يا رب الأرض تتشق وتبلعني قبل ما كنت يعني أعرفه. المهم إن هو قال لي أنا مش عايز أعمل رياكشن. قلت له للنبي أحمد كمال. قال لي لا 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 وجو هيجي بقى في البنك ومش هيلحق يجي. أقنعته بالعافية. أنت عارف ده هو قال لي إيه؟ ايه ده هو كلمني ومأكد عليا من إمبارح. قال لي ولا أنت خايف ولا إيه؟ يا ابني كنا مع بعض إمبارح. قال لي ولا أنت خايف ولا إيه؟ تحمس زياده. بوجبا نزل. اه طب ايه بقى مكان مين اصلا؟ اكيد فريد مثلا. لا, لا فريد موجود اهو ومكتوب نيه موجود. هو بيأمن بقى كده ولا طلع جرينوود. فكر بعقلانيه. هو الراجل بيفكر هو عنده افكار يعني. بس انا بيجح قوي ان هو طلع في الشوط الثاني صراحة. يعني ايه طلع كده؟ ان هو كان المفروض يقعد جوه. كاريك يكمل بيجح قوي يعني. اقولي والله طب يا ترى قال للعيبه ايه بجد؟ والله تعالوا نلعب اللعبه دي. انت لو مكانه هتقول للعيبه ايه بجد بجد؟ انت هتقول لهم ايه؟ انت داخل دلوقتي اول موقف كده هتقول لهم ايه؟ مش عارف. طب وانت لو مكان قولي اول حاجه هخش الحمام ربع ساعه. معلش يا جماعه بس مزنوق. هنيجي نتكلم في الخطه هنعمل ايه بالظبط بعد الماتش ياخد. لا بعد كده هو تلاقيه دلوقتي لسه داخل اساسا للستاد فاهم اللي هو ايه ده انا معلش طولت شويه. يا عيني اديها له بقى اديها له بقى هتركها له بقى هترك يا راجل طولت الله هترك هترك في الالترا فورد هترك في الالترا فورد. لا 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 5-0. لا مش ممكن مش ممكن. اقعد اعمل لنا بوشك حركات واعمل لنا افلام بقى خلاص بقى. انا انت كنت صعبان عليا من غير الثلاثه صعب عليا. يا اخي اسكت بقى. صعب ايه؟ ده يستاهل كل قلم اخده النهارده. اقسم بالله عمري ما كنت اتخيل النتيجه دي. ليه؟ باشا 50 دقيقه احنا بنتكلم كده 9 في الرين ده 12 يعني ايه يعني؟ every 10 minutes
قال لك 3-1 لمانشستر. ثواني بس ثواني بس ثواني. يا لهوي يا لهوي اعمل ايه؟ لا دلوقتي معلش معلش روحوا بقى. انا اول مره اشوف المنظر ده يا جماعه. مين الجمهور ماشي؟ ان الجمهور لا لا الجمهور لسه داخل. دخل لقى في 5 فجأة دخل لينا 5 سير أليكس. لا لا فضيحة يا جدعان. يا استنى مش هزار يعني. ليفربول تكسبك 5 ده تاريخ يا باشا. برافو عليك يا ابن اللعيبة. برافو عليك جامد جامد. ممكن يا جدعان. برافو يا جدعان. رونالدو قلت لك هينتش واحدة. ماشي برافو عليك. حلوة تدخل في قائمة أهداف ملهاش لازمة. لا لا يا عم حلوة حلوة حلوة. والله أنت اللي بتقول كده؟ ما تخليناش بقى نتكلم. ما انت قلت لي كده. خلناش بقى نتكلم على على لا. ما انت يا ابني قلت لي كده. خلناش بقى نتكلم على لا. ما هو قال لي كده في يوم من الايام. صح هي جات له رد في وشه. ما لهاش لازمه. ما لهاش لازمه خالص. مش بقى انت ايه يعني؟ في ايه يعني؟ ايه الافاره اللي انت فيها دي؟ اوف سايد اوف سايد. شكرا اوف سايد. شكرا ليه اوف سايد اوف سايد. شكرا. حتى دي حتى الاهداف اللي ما لهاش لازمه ما جاتش. مهزله بيقول لك مهزله. يا جماعه انا عمري شفت سولشاير كده. هو خلاص عارف. بص بص جمهور ليفربول يا لهوي. ده اسوأ ماتش شفته في حياتي يا جماعه. خلاص كده اوفيشلي خلاص. لسه هو لسه ما خلصش. تعرف احمد كمان لو في البيت دلوقتي زمانه مثلا ايه يعني كان ما ردش علينا لمده 3 اسابيع. اذا كان فاكر ما كنتش جيت للتصوير يعني. فاكر يوم الفاينل ما ردش علينا يوم في فياريال. لا يرد ايه؟ بينالتي ضربه جزاء. بينالتي بينالتي. لا هنصعب عليه. لا 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 بينالتي بينالتي. ضرب الجزاء بنالتي. لا 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 حسبها فاول. حسبها من بره. طب يقفلوا. طيب اوعى تكون بنالتي. حسبها من بره. صلاح سوبر هاتريك. حسبها من بره. لا من بره. ما هي كده كده من بره بصراحه. حق ربنا يعني. لا لا اقفلوا الماتش. شرب لك بق من القهوه ده عشان ما تحطش. دي قهوه ساده. ساده طبعا. لا طبعا. وباجواير انذار. انتوا واخدين 6 انذارات يا احمد يا كمان. ما انا بقول لك حد هياخد كارت احمر. الماتش ده من الحاجات نص الفريق منظور يعني. الماتش ده من الحاجات اللي كان عايز تبقى موجود في الاستاد. صلاح بقى يحطها. تخيل صلاح حطها. تخيل. يا لهوي يا لهوي يا جدعان. ايه ده عايزينها ازاي النهارده؟ تخيل صلاح يجيبها. هو جاب جت 6-0 مبروك. يلا صلاح يلا يلا يلا. استنى بس مش زاويته قوي. استنى باشا هتيجي. ارنولد 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 اللي هيشوطها. غالبا ارنولد هيشمعها. هايلين هايلين هايلين. انا متكيف. درون درون درون. سبايدر. لا سبايدر انا متكيف قوي. وبصراحه اي حد يتفرج على الماتش زي كيف ما عدا جمهور مانشستر يعني. ابو صلاح اون فاير. ابو صلاح يعني بسم الله ما شاء الله. حقه ياخد السنه دي. ايه بقى يعني اللي هيكمل كده يبقى هداف دوري وان شاء الله فاهم. تبقى سنه شكلها باديه سخنه معايا. هل دي اقوى بدايه؟ انا بالنسبه لي الناس لو هتقارن اقوى من اول سنه. يعني انا بالنسبه لي اللي صلاح الفورم اللي فيها بالنضوج اللي عنده لا اقوى من اول سنه بكتير. خلاص كده في سيزون احمد كمان بيتكلمش معايا في الكوره يا جماعه. خلاص يا باشا في سيزون كده هو قاعد. هو لو كلمني في مانشستر تاني بكبكه السنه دي خلصت يعني. انت اتكلم ما يعني افهم ولا بقى يقعد يكلمنا ولا واتساب ولا طرد. اهي طرد. اهي طرد. على طرد اهي رايح يشوف. شفت مش قلت لك هيبقى في طرد الماتش ده؟ بس ده لسه نازل. بوجبا لسه طازه. ماشي ماشي مش مشكله. انذار ولا ايه؟ لا شال له الطرد. شال الاصفر واداله احمر على طول. احمر ماشي. شفت بتوقع حلو ازاي؟ لا 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 بوجبا بيهرب. نزل 10 دقايق. 10 دقايق. بص سولشاير يا جدعان. بص سولشاير قال له بجد يعني الحاجه الوحيده اللي فكرت فيها يحصل فيها كده. يا جماعه اللي مش متابعنا على الانستجرام يتابعنا عشان الستوريز مولعه الدنيا. وتويتر بقى سواء انا او مناقشتي مع جو او عمر خالد او الشباب كله. انت عندكش تويتر انت يا عم بقى. انا عايز اعيط. انتوا كان عندي يا اخي. انتوا مركزتوش في حاجه؟ ايه قلت لكم اول كلاسيكو لكريستيانو ايه؟ كسر 5 بس. هو ده لسه اكتر يعني. انا عارف بس يعني ده لسه بدري. بس ده في 2009. ايوه كان عنده مستقبل. كان لسه قدامه كتير. دي نهايه وحشه قوي يعني. ده عنده 36 سنه. في واحد بعت لي على تويتر بيقول لي عايزين نطمن على احمد كمال. انا اهو مطمنوا عليا. طب انا كويس. يعني انت عارف لو 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 مثلا خسرين 1 ولا 2 وبتاع والدنيا ماشيه اقول لك ايه لا ممكن يقعد عادي يعني. بس هو النهارده خارج بفضيحه فعلا. فضيحه فعلا. طب هو سولشاير يستحق الخروج بالنتيجه دي؟ اه على الاقل. اه طبعا. اه طبعا.
اه طبعا لان احنا الفريق ما جاش السنه دي وكان المفروض نمشيه في التوقف في الدوري اللي فات ده. كنت المفروض تمشيه السنه اللي فاتت بصراحه. مش عارف احنا ليه خفينا كده فين السادس واخده 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 واخده. لا احنا خفين. ممكن محترمين يعني مانشستر الهيبه يعني احنا كده محترمينكم خمسه وانتوا محترمتوش يعني بالثمانيه. لا ما هو مش سير قال بعد الثمانيه وقف. طيب ما بعد الثمانيه وقف. هو واضح ان كلوب قال لهم بعد الخمسه وقف. لا لا ان شاء الله لسه يا باشا تلت ساعه في اخر ربع ساعه كده يعني تلاقي يقول لي قال له بقول لك ايه يا عم انا ماشي كده كده وانت كسبت وخدت نقطك وعملت الشو وصلاح جاب هاتريك. روق يا عم كلوب روق عشان احنا مدربين زي بعض ايه وليك يوم يعني. انا كام عم جو كام نقطه انت العاشر نفس الترتيب مع احمد كمال يعني كلكم 14 نقطه حلو من 10 ل 7 والسوق السابع. الله يا لهوي ما خليتش ازاي دي مش عارف دخيه باشا تران على كام دخيه مان اوف ذا ماتش طبعا مان اوف ذا ماتش بالنسبه لكم لا صلاح لا صلاح كده كده يعني لا مان اوف ذا ماتش بالنسبه لنا بالنسبه لمانشستر طبعا هو او ما فيش حد جه اصلا هتحلي بقى بعديها بعد شوربه وبيتزا بتايز سبعة هتبقى حلوة فاش سبعة هتبقى حلوة رونالدو ايوه تبقى حلوة جميلة دي تبقى حلوة شيك يعني رقم سبعة شيك تبقى حلوة وحازم بقى برضو مش لازم يحضر كل الحاجات اللذيذة مش لازم نعرف توجهات انه بيكره مانشستر قوي وعايز يداس عليها وبتاع وكان بيموت لما رونالدو ما جابش الجول وفار لا لا الواد ده بيكره مانشستر ما بيحبكوش لا 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 بيكره مانشستر انت بتكره مانشستر اصلا انا جبتها لك اهو من بقه هو بيكره مانشستر وبيسد في احمد كمال يعني يعني لو هتنام مرتاح النهارده حازم هو ايه اللي بيحصل ده كيم بيلعبوا بقى هم بيلعبوا هم اتفرج عليهم عارف ربنا يسامحهم فرقه مفتريه ده بيسلك اتفرج عليهم جون الله مش عايز اخش لا 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 مش كده مفيش كده يعني هي اوفسايد اصلا هي اوفسايد من بقى لها 9 سنين يا نهار اسود بص بايخ ازاي والله بايخ قوي حتى هو بيحتفل بايخ اهو امكن الهاتريك صراحه خلي بالك لعيبه ليفربول بدات اللي هو احنا مش عايزين نخش معاهم في فاهم هيقعدوا يضربوا بقى وقرف وعيال صغيره عارف انت الفرق الصغيره اللي هو انا هضربك بقول لك ايه بقول لك ايه هضربك طالما كده هضربك بقول لك ايه ما تطش بقى فرقه صغيره جو بقى ايه هو قال خلاص هو قال هو قال الفرقه الصغيره جو بقى ايه اي كلام بقى هو قال شوف انت بقى ردك ايه هيرد يقول ايه هو هيتكلم معايا في الكوره تاني هتكلم معاك في ام الكوره كمان ايه رايك في ايه يا عم هيرد عليه كده دول خمسه يعني ما فيهمش حاجه يعني يعني مالكش دعوه خليك قاعد ورا خليك قاعد انت ورا مالكش دعوه انت يا كسبان امبارح 5-6 واد بايخ انت كمان ورخم لكن سنو عايز يقفل الماتش يعني لا يلا يا جدعان بقى انت هنبني هجمه ليه يعني يلا بره ادعوا لهم يلا يا لهوي يا لهوي يا حيوان طمع فيها خلاص كفايه كده يلا وقف بقى تصوير طب شايف والله الوضع من غير هزار قولي هيمشي لو ما مشيش مش هتفرج على ماتشات مانشستر لحد ما يمشي بجد اه هو هيمشي يا باشا ما فيش النهارده يا باشا لازم هو احنا مستني ايه طيب هيمشي النهارده مستني ايه طيب ايفرتون استون فيلا لعبت الماتش الوحيد الحلو كان قدام نيوكاسل لما كريستيانو جه عشان طبعا الروح والقوه والكده خلاص حتى اتلانتا بتكسبها بالعافيه في الاولد ترافورد فيها ريال في العافيه بالعافيه في الاولد ترافورد اولد ترافورد بقى مرمطه مرمطه بقى مرمطه مسرح الاحلام يا جدعان بقى او يا اكتر فريق بخاف العب فيه ماتش اتبهدل خلصت راجل يعني انا كان نفسي امشي ليجند فريقك فاهم كان المفروض يمشي باحترام بس يعني بعد استن فيلا كان المفروض يمشوه التوقف الدولي اللي فات ده سبت له فرصه عمال يعك من اول الموسم خلاص بقى ومصحف لازم يمشي يا جدعان بعد الماتش ده انا لو ما قريتش الخبر النهارده هيجي لي نقطه 5-0 انا عمري ما شفتها يعني من ساعه ما شجعت كوره يعني في الاولد ترافورد 5-0
تقدر تقول. بس هو شاف اربعه قبل كده في الاولترا. اربعه واحد وكنا كسبين دوري السنه دي وكسبنا تشامبيونز ليج السنه دي. يا عم محمد صلاح هو اول لاعب يسجل ثلاثيه في الاولترا منذ اكتر من 18 عام. يعني مبروك لكل جماهير ليفربول وهارد لك لكل جماهير مانشستر يونايتد. يعني نتعاطف معاكم جدا ولكن لا نتعاطف مع احمد كمال. يا رب تكونوا انبسطتوا. يا رب تكونوا يعني عجبكم الرياكشن بشكله القديم. قولوا لنا في الكومنتات عايزين كده اكتر. هنرجع نعمل لكم لايف رياكشنز كعاده تاني باليوتيوب اللي هو يعني ساعة الماتشات. هننوع دايما في الحلقات واستنوا مفاجآت كتيرة جدا الاسبوع ده. حلقة الجمهور تابعونا على السوشيال ميديا عشان تخشوا تكتبوا الاسئلة على طول اول باول. كفاية رزع قوي لحد كده معلش.